بعد أن فقدت دورها كوسيط عادل في عملية السلام باعترافها في القدس عاصمة لإسرائيل وانحيازها لدولة الاحتلال بالشكل الذي أصبحت فيه طرفا في الأزمة، أمريكا خارج عملية السلام بقرار فلسطيني. هذا الموقف ظهر واضحا في إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن الولايات المتحدة لن يكون لها دور في العملية السياسية بعد الآن، وهو ما أكدت عليه جميع القيادات الفلسطينية. الولايات المتحدة قد اختارت أن تفقد أهليتها كوسيط وأن لا يكون لها دور في العملية السياسية. المحاولات الدولية لثني واشنطن عن قرارها متواصلة، إذ سيبحث مجلس الأمن مشروع قرار قدمت مصر يدعو إلى سحب القرار الأمريكي، لكنها محاولة محكوم عليها بالإعدام قبل ولادتها بسبب حتمية استخدام أمريكا حق النقد. لا، مجلس الأمن عندما تلاحق الولايات المتحدة لا تستطيع هي أن تستخدم الفيتو لحماية نفسها، فإذا ممكن أن قرار مجلس الأمن القادم بعد أن تمت المناقشة حوله في الجلسة الماضية أن يأتي بقرار يدين الموقف الأمريكي ويطالب أمريكا بالتراجع عنه. فبالتالي هناك حراك دولي مرتبط برفض الموقف الإسرائيلي والأمريكي، وهناك حراك دولي باستبدال الراعي الأمريكي برعاية دولية، وهناك حراك دولي ثالث اللي هو يتعلق بالمقاطعة لإسرائيل وبالضغط على إسرائيل ومن يدعمها. فإذا هناك في الحراك الدولي أدوات عديدة يمكن لنا استخدمها إلى جانب انتفاضة شعبنا واستمراره وإعطاء النموذج لكل الشعوب العربية والإسلامية. حالة الغضب العربي الغير مسبوقة في ردها على قرار ترامب تؤكد أن الدور الأمريكي أصبح محل شكوك وفقد مصداقيته، لأنه نسف مفاوضات حل الدولتين وكل عمليات السلام التي كانت ترعاها واشنطن. استمرار الرفض الفلسطيني لأي دور أمريكي في عملية السلام القادمة يجعلها إما أن تعود القضية للأمم المتحدة لتكون الراعي الأول للقضية الفلسطينية، أو أن يلعب طرف آخر مثل روسيا دورا أكبر في هذا الاتجاه في ظل وجودها بقوة دبلوماسية وعسكرية في المنطقة، بينما يرجح البعض أن يكون الاتحاد الأوروبي وسيطا محتملا. خيارات تبدو نظريا ممكنة لكنها صعبة التطبيق، فإسرائيل لن تقبل وسطاء آخرين في عملية السلام ولن تستبدل واشنطن بأي وسيط آخر. ثمة خيار آخر هو البحث عن إطار دولي يرعى عملية السلام، لكن التحدي يكمن في الخروج من عباءة السيطرة الأمريكية، وهو ما يبدو صعب التحقيق في المستقبل المنظور على الأقل، كونه يتطلب خطوات فلسطينية جريئة سيكون لها تبعاتها وأثمانها.